السلام عليكم. هذه هنايا كاتبين بانه هذه ضمن النشاطات المدرسيه تعلم صيانه السيارات، وانا ملي مشيت بحثت لقيت بانه ما كاين لا نشاط لا والو. هذا عباره عن واحد الخارجه داو فيها الدراري والبنات يكتشفوا. هذا المخرج احسن حاجه دار انه ركز على البنت. البنت حنا في المغرب تنقول لها كوزينتك، هما هنايا شوف شحال من بنت كاينه تما، حيت البنات ولا العدد ديالهم طبيعه الحال اكثر من الدراري، وبالتالي لا تستثمر تستثمر في الشباب الدرجه الاولى وتستثمر حتى في البنات، لانه هما اللي ولاو كيهزوا المجتمع بالعدد ديالهم طبيعه ديال الحال. شوف معايا دابا البنت كيفاش داخله وكيفاش كدور، هادو كاملين بنات يعني. راه واحد الدري تما وتيوريهم وكيشرح لهم وكيعطيها تخدم بيديها. حنايا هنايا انت يا راجل والله لا عطاك المعلم ديالك يقرق بكام سيرو 10، والله لا عطاك خصتي الماكينه. هذيك الماكينه عنده هاد القاعده دايره في واحد المجر ذهبي بالزوارت والقفل وداير عليها 20 كاميرا وصاحبي حنا في المغرب صراحه انا جربت فاش كنت صغير نتعلم في الكراجات وداك الشيء، ما كانش زعما اللي يعطيك الخاطر ولا اللي يشد لك الخاطر، اصلا كيعلمك الحرفه مقلوبه باش انت ما عمرك ما تخرج من عنده. شوف اللهم بارك دابا كيعاونك يشد معاه وهادشي كامل، وما دارسينو باش ان البنت تكون في حمايه. والله يسعداتهم.